فرح وصلنا لمساحة كتير مهمة وخاصة بالنسبة للشباب، كتار منا يمكن عندهم كتير من الأفكار بالبداية بمشاريع صغيرة، لكن قدام الظروف الاقتصادية الحالية دائما بيكون يمكن فكرة الخسارة أكثر من الربح. اليوم نعرف كيف ممكن أنه ننظم أهدافنا، نبدأ بالمشروع بشكل صحيح، وتنمية فكرتنا بتكون حساباتها منطقية مانا خيالية. كل هالنقاط رح يجاوبنا عليها وسيم مصلي، خبير موارد بشرية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير أستاذ وسيم. صباح اليوم الخير. عم نحكي عن كل حدا ممكن فينا بباله مشروع، إن كان صغير وإن كان كبير حسب هو وقدراته، واليوم الظروف معنا سهلة، أكيد هذا الشيء اللي ما بيخفى على حدا. فكيف الشخص بيقدر يدرس الفكرة والمبدأ تبعه قبل ما تتحول لمشروع على أرض الواقع؟ الحقيقة الأعمال هي يعني أعمال ذات شقين. شق الناس بتفكر بالعمل الوظيفي أنه تروح باتجاه وظائف، وناس بتفكر بالأعمال الحرة. هلأ إذا بدنا نحكي لحنا عن الوظائف بدنا نفكر كتير منيح. الحياة حقيقة هي حياة قصيرة، يعني تلت الحياة بيروح نوم وتلت الحياة الثاني بده يروح بالعمل. فإذا كان هذا العمل ما بيتوفر فيه الشخص يحقق له المتعة، يحقق له المكسب المادي، يعني دائما نحن بنفكر وبنقول إذا تلت حياتك بده يروح على شيء ما له ممتع وتلت حياتك الثاني رايح نوم، فأنت روحت تلتين حياتك بإشياء ما عم تستفيد منها. فلهيك إذا بدك تستمر بالوظيفة بدها تكون الوظيفة هي بتحقق لك مكاسب معينة في شروط معينة، وإلا لازم تتجه للعمل الحر. العمل الحر هو قرار ما نو سهل إطلاقا. أحيانا بقول لطلابنا أنه هو أهم قرار بعد الزواج. يعني هو ثاني أهم قرار، ثاني أصعب قرار. أي تماما. أنك تنتقل من الوظيفة للعمل الحر. هلأ إمتى بتستمر بالوظيفة؟ فقط إذا بتحقق لك هي الوظيفة واحد من الشرطين التاليين، غير هيك مباشرة بلش فكر تنتقل للعمل الحر. الوظيفة إن ما كانت فيها البيئة والفرصة الكبيرة إنك تنتقل بالوظيفة اللي أنت موجود فيها لواحد من المراكز القيادية وشايف في فرصة، وهي الفرصة ما تقلي إنه حتيجي ممكن بعد 15 و20 سنة، نو. احنا عم نحكي خلال 5 لـ 7 لـ 8 سنوات. اذا كان في عندك فرصة حقيقية ضمن بيئة الحقيقية تنتقل بوظيفتك لوحدة من المراكز القيادية اللي احنا عم نحكي المدير العام، مدير الموارد البشرية، المدير المالي، واو واو، في عندك هي الفرصة، تابع بالوظيفة. الشرط الثاني، بعض الوظائف بتحقق عند الشخص اثر بجمهوره. يعني خلينا نقول مثال، المدرس، إن كان مدرس بالمدارس أو الأستاذ الجامعة، أحياناً بهي الوظيفة بيشوف الشخص أثر عمله على المتلقي، فبيشوف طلابه هنن وعم يتلقوا هذا الأثر، هنن وعم يكبروا قدامه، هنن وعم تتغير التعليم اللي عم يعطيهم إياه، عم يغير لهم قناعاتهم، عم يغير لهم سلوكياتهم، عم يشوف هذا الأثر الكبير. فهذا الشيء إذا الوظيفة عم تحقق لك هذا الأثر كمان استمر بالوظيفة. العمل الإعلامي، العمل الإعلامي هو شغلة كمان مهمة جدا ضمن هذا النطاق. الإعلاميين أحيانا ببرامجهم بيشوفوا الأثر اللي عم ينقلوه للجمهور عم ينعكس على سلوكيات هي الجماهير وعلى تغيير بقناعاتهم بسلوكياتهم، وهو هذا المكسب عند الإعلامي بيخليه يكون عنده قناعة أنه أوكي أنا فيني استمر بالوظيفة لأنه عم تحقق لي هذا المكسب. غير هدول الشرطين خلينا نروح على العمل الحر. نعم. طيب هلا كثير من العالم بسبب الظروف الاقتصاديه اللي عم نمر فيها عم بيفكروا دائما بشغل ثاني او كيف انه يزيدوا دخلهم بما يتناسب، يعني خلينا نقول 50% مع المرحله اللي نحن فيها. اليوم اي شخص حابب انه يبدا مشروع او عمل حر من ابسط الاشياء، شو هي الاسس اللي لازم يعتمد عليها لحتى يبلش اولى الخطوات؟ الاساس بهي العمليه هو عمليه التخطيط. نسبة فشل المشاريع الصغيرة اللي بيقرروا الناس يخطوها لحتى أنه أنا بدي أترك وظيفتي أو أنا بدي ساوي عمل حر، مباشرة نسبة فشل هي المشاريع هي من 80 لـ 92%. نسبة فشل كتير عالية.
المشكلة الأساسية إنه نحن أخذنا قرار قبل ما نفكر، قبل ما نحط الخطة. لهيك أنا دائما بقول إنه أنت شخص لسه ما بتمتلك القدرات الكافية لأخذ هذا القرار، لا تستعجل إنك تترك عملك الوظيفي تغادره لحتى تروح على العمل الحر. تأسيس العمل الحر بحاجة إلى 5 سنوات حد أدنى أنت موجود بوظيفتك عم تخطط للعمل الحر. في عندك سنة لتخطيط الفكرة، وفي عندك تحضير من 2 لـ4 سنوات لحتى أنت تبلش تأسس أنت موجود بوظيفتك. بس هذا الحكي ما لازم يتناسب مع المشروع يلي عم يعملوا في مشاريع صغيرة، يمكن بتندرس بيمكن فترة زمنية أقل، في يمكن سقف معين لرأس المال الموجود بين إيدي الشخص، فهو يمكن قادر أو أكثر شخص قادر يضبط هي العملية. ما صدقيني هذا حيكون في مثل ما حكينا قبل، حيكون في عوز بالتخطيط، وحنروح على المشاريع اللي نسبة فشلها من 80 لـ92. الفكرة بدها دراسة بشكل كتير كبير. مالياً نحن عم نحكي على أشياء، يعني عادة اللي بيفكر بيروح للعمل الحر يقول أنا بشتغل وبصمد من راتبي شوي شوي وبعدين بصير معي مبلغ بعمل فيها، هذا كلام غير منطقي. ما شرط بعملك الحر أنك أنت تكون صاحب رأس المال، وبالتالي أنت في كتير عندك طرق لتصغير رؤوس الأموال. ولحتى هذا الموضوع اللي كنت عم أحكي لكم عليه قبل، أنه أنت بتعمل خطة صح بدراسة جدوى اقتصادية صحيحة بتقدمها لممول، فانت خلصت من انك تضطر تجيب الفلوس ورأس المال لحتى تبلش انت في مشروعك. التخطيط كتير ضروري. علميا ساعة التخطيط بتوفر 4 ساعات من التنفيذ. التخطيط بيخلينا نتعدى كتير من الاخطاء، لانه هي العملية التخطيطية هي اساس بهذا النجاح. طب هلا كثير من العالم كمان التجأوا يمكن للفضاء الالكتروني كونه متاح، هلا طلع قانون جديد لازم يكون في عنده الرخصه، بس التجأوا له كونه متاح وكونه اسهل واوفر للبعض للتسويق لمنتجات اما هن عم بيصنعوها او عم بيسوقوا لها. قد اليوم ممكن يساعد الفضاء الالكتروني بهي المشاريع التسويقيه وخاصه للشباب؟ يعني عم لاقي شباب عم يدرسوا وعم يشتغلوا بهي القصص. الحقيقه الموضوع الالكتروني هو موضوع هام جدا لناحيتين. ناحيه انه هذا الموضوع هو يعني احنا لازم نتكيف مع الظروف، وهذا الانتقال الالكتروني هو تكيف كامل مع هي الظروف، عداك عن الموضوع المالي. المهم جدا بالعمل اللي انت بدك تنتقيه قد ايه في عندك رغبه بهذا المجال. يعني انا ميولي حقوقيه وقانونيه ورح اعمل بزنس له علاقه بالطبخ. ما تعمل هيك. اذا انت عندك اهتمامات طبخ اعمل بزنس له علاقه بالطبخ، اذا انت عندك اهتمامات له علاقه بالثياب اعمل بزنس له علاقه بالثياب. بس كمان كثير عالم يمكن بتدور على المردود المادي، مو صحيح. بس الاهتمامات، ممكن الدراسه والمتابعه والاستفاده من تجارب الاخرين ممكن تعملنا مخزون نقدر نحن نبني على اساسه مشروع يكون هو مردود مالي وبنفس الوقت يصير المشروع الوحيد بحياتنا. قد ايه هذا الشيء ممكن نشوفه استاذ وسيم اليوم، وكيف ممكن يتطبق بطريقه صح؟ الحقيقه نحن عم نحكي عن اداء وبدنا مردود مالي، تمام؟ الأداء له قاعدة ذهبية بتقول لحتى نعمل أداء عالي بده يكون عندنا قدرات وعندنا رغبات. تمام. والمعادلة هي حقيقة هي معادلة ضرب وليس معادلة جمع. شو يعني؟ يعني مثل ما بنعرف عموما حواصل الضرب، عموما حواصل الضرب هي أعلى من حواصل الجمع، بس الأهم من هيك أنه وقت بيكون واحد من الطرفين صفر فالناتج النهائي صفر. فوقت نروح لحنا على مشروع اوكي بيعمل مردود مالي بس انا رغبتي فيه صفر، فالاداء بالنتيجه رح يكون صفر. اليوم كل استاذ وسيم عم يدور على المردود المادي للاسف. بس بدي يكون بحبه. طبعا. لانه ما رح اقدر ابدع فيه. رح ممكن اعمل فيه تطويرات نمطيه عاديه بس انا ما رح اقدر ابدع فيه. كل هذا اللي احنا بنحكي فيه عم نحاول نقطع الطريق على الاخطاء الشائعه اللي بتصير بالمشاريع. برجع بقول وبكرر انه هي المشاريع وقت بتتنفذ عنا من 80 لـ92% منا بتفشل. فنحن عم نقول ما بدنا نورط الناس بتدخل بهي المشاريع بدون ما تكون تكتسب الاساسيات لها. الاساسيات بده يكون عندك قدرات عاليه بهذا الموضوع، بده يكون عندك رغبه عاليه. الرغبه اللي احنا كيف بنقيسها؟ بنقيس الرغبه قد ايه
بتمارس هذا الموضوع بشكل طبيعي وقد بتستمتع انت عم تمارس هذا الموضوع. بذكر مره كنت عم نشوف بكلية الاعلام اختبارات تلفزيونيه لتقديم، والكل الطلاب اول مره بمواجهه الكاميرا، الكل كان اول مره. فكان بعض الطلاب باللحظه اللي ضوى فيها الضوء الاحمر صار في تلعثم وصار في رشفه وصار في تغيير باللون، خوف، والكل اول مره. وفي بعض الطلاب كانهم صار لهم 10 سنوات بيقعدوا ورا الكاميرا. الفكره قد ايه انت بتمارس هذا الشيء بشكل طبيعي، بشكل الطبيعيه بهذا الموضوع هي عنصر كثير اساسي. فلحتى تعمل مشروع قدراتك بدها تكون منيحه، بده يكون عندك الرغبه حتعرفها استمتاعك وقد ايه بتمارس هذا الموضوع بشكل طبيعي. أكيد يعني فعلا كتير مهم بهي المرحلة كل حدا يكون عنده فكرة خلاقة، قدرة حتى على الاستمرار لو بلش من مشروع أو فكرة صغيرة بمشروع صغير، كتير بحاجة لأفكار ولمشاريع بتخدم تنعكس يعني على الفرد وبتنعكس على المجتمع. نحن متشكرك أستاذ على كل المعلومات اللي عطيتنا إياها. إذا تحب توجه كلمة أخيرة. أنا بقول دائما أنه العمل الحر هو شغلة كتير ضرورية أساسية، لكن بيلزمها التزام حقيقي بالوظائف. عادة بيتأخر ساعة عن الدوام وبيطلع بساعة بيعمل له زيارة فنجان قهوة، بياخذ له تليفون تمشي، بس وقت بيكون هذا العمل الخاص لك ملكك بهالطريقة الدنيا ما بتمشي. بدك تفرغ له الوقت المناسب، بدك تفرغ له الجهد المناسب. هو مهم كتير لأنه بيخليك عندك حرية انك سيد نفسك، العمل لك عندك حرية القرار، والأهم انه بصير عندك ملكية. في مثل انجليزي شهير بيقول 1% ownership is better than 100% management، يعني ان تملك 1% افضل بكثير من انك تدير 100%. صحيح. اكيد بدنا نقول لك شكرا مره ثانيه لك استاذ نسيم، نتمنى التوفيق لكل الشباب اليوم اللي عم يحاربوا يمكن ليكون لهم مشروع قد ما كان صغير، فهو الخطوه الاولى لحتى يكون عندهم الاستقلال المادي والانتاج. شكرا لك استاذ. شكرا لكم لاهتمامكم. شكرا جزيلا. شكرا لوجودك معنا.